بسم الله الرحمن الرحيم، أنا توفيق فانوس. اليوم راح ناخد فكرة عن طريقة إطلاق رصاص أو نار أو أي شيء أنتم بتحبوه من مجسم. يعني مثلا إذا عملتوا طيارة مثلا بمحرك الألعاب وحابين تطلق منه نار، بهذا الدرس راح تتعلموا كيف. طبعا هذا الدرس تكملة لسلسلة موجودة على موقع 3D Art Designers، وإذا بتلاحظوا مثلا في مقدمة عن المحرك، وفي درس تاني مثلا كيف تتحكموا بالمجسم عن طريق الكيبورد. يعني إذا بتكبس مثلا سهم لقدام أو لورا أو لليمين يسار بيقوم بيتحرك وبيدور. فخلينا نبدأ بالدرس. طيب، نحن هلأ في عنا قدامنا مشهد جديد، يعني ما في أي شيء غير المكعب. طبعا نحن المكعب هذا رح نستعمله على أساس أنه هو اللاعب أو الطيارة أو أي شيء، ورح نطلق منه نار. فخلينا نبني كم شغلة، نعمل كم شغلة مشان يكون المشهد شوي واقعي. خلينا نكبر الأرضية هيك. طبعا هاي مش ضرورية بالدرس، بس يفضل تكون موجودة بس مشان الفكرة توصل. هلأ هيك خلينا نعطي بعض الأسامي مشان ما نتلخبط فيهم. هاي الـ Ground، هذا حيكون اسمه بس الـ Player. طيب، أول شي لازم نعرفه أنه لما نطلق رصاص لازم نعرف شو هن الإحداثيات. يعني هون مثلا إذا بنطلع بيكون الـ Y والـ X والـ Z. إذا نحنا مثلا كنا عم نستخدم الواي على أساس هو الاتجاه للأمام، لازم يكون اتجاه إطلاق الرصاص على الواي أو على الأكس أو على الزي. طبعا هاي الأمور كلها رح نفهمها بالتفصيل هلأ كمان بالدرس كمان شوي. وكمان هلأ نحنا رح نحول اللعبة أو المشروع لبلندر جيم مثل ما موجود بالدروس السابقة بالبلندر. وهلأ إذا بنكبس بس حرف البي بالكيبورد بتلاقي إنه بتتحول اللعبة للعبة، المشروع للعبة، يعني مثل فحص أو بجرب لك إياها. فطيب هلأ كل شيء تمام. وفكرة الرصاصة إنه أول شيء رح نعمل نحن رصاصة واحدة، ونقول للمشروع كيف هالرصاصة هاي رح تتصرف لحالها، وبعدين رح نعمل منها نسخ لما ينكبس زر إطلاق الرصاص. فاللي رح نعمله أول شيء رح نصنع سفير أو حتى مكعب صغير، رح نعمل عليه بعض الخصائص الفيزيائية والحركة وبس. ورح نعمل مكان لحتى ينطلق منه الرصاص ونعطيه إيفنت. الإيفنت هو كبس الزر أو الفأرة أو الكيبورد أو أي شيء. فخلينا نشوف كيف رح نعمل هالشيء. أول شيء راح نحط نعمل مكعب صغير مثل ما قلنا. طبعا هذا كبير كتير، راح نصغره قد ما بنقدر. تقريبا ممتاز هيك، ما بدنا أكتر من أو ما بدنا أصغر من هيك. طيب هلأ هاي الرصاصة اتجاهاتها قدام ولورا وكل هالأمور هاي. طبعا أول شيء لازم نسميها بوت. وهلا لازم ننتقل نحن على قسم الفيزياء هون، وستاتيك ستاتيك معناها طبعا ثابت ما بيتحرك، نحن لازم نغيره ونعمله دايناميك. دايناميك معناها انه نحن لما نأثر عليه بالقوة مثلا بالرياح او بس القوة العادية اللي نحن رح نحطها، معناها انه رح يتفاعل معنا. فهذه ممتازة. تاني شغلة رح نعملها، رح نحط جوست. جوست معناها انه راح ما يرتد بزوايا غريبة عن لما يصطدم بمجسمات، لانه الرصاصة مثلا بتخترق وبتتم ماشي. رحنا راح نحط الجوست هون. فهلا لازم ننتقل على اللوجيك بريكس او الجيم لوجيك، وراح نعمل بعض التعديلات على البولت. طبعا انت لا تنسوا كمان انه انا هون
اخترتها. وهلا هون اي شيء بعمله رح تطبق على الرصاصه فقط، مش على الاجسام الثانيه الموجوده. هلا هون لحتى نبدا لازم نضيف سنسر اللي هو الاولويز، معناها انه دائما. وراح نضيف الاكشويتر اللي هو الموشن، معناها حركه. فهذا رح يكون انه على طول رح يتحرك، يعني بكل بساطه هذا اللي عم بتشرحه هون اللوجيك بريكس. طبعا لنوصلهم ببعض لازم نحط and، نوصلهم ببعض عادي. طبعا اذا بتحبوا تاخذوا تفاصيل اكثر عن اللوجيك بريكس، بتصور انه بالدرس الاول والدرس الثاني في شروح جيده عن عن لوجيك بريكس. طبعا هن PDF files، يعني مش فيديو، وبتصور انه هذا افضل حتى يكون عندكم مثلا ورقة أو شيء بتقدروا ترجعوا له، بدل ما تعيدوا تقدموا لقدام وترجعوا لورا بالفيديو لحتى تدوروا على معلومة معينة. فهلأ هون رح نعطي قيمة أو رح نعطي قوة، نطبق قوة بالأصح على المجسم على أساس أنه يمشي باتجاه معين. ولا تنسوا كمان أنه رح نحطه بشكل local، يعني القوة اللي رح تطبق عليه رح تطبق على الإحداثيات الخاصة بالمجسم مش اللي خاصة بالعالم. فلما يدور رح تدور الإحداثيات ورح يختلف اتجاه إطلاق الرصاصة. طيب هلأ لحتى نطبق الـ local linear velocity رح نلاقيها هون، هذا معناها إنه قوة موجهة. طبعا لازم نحطها local مثل ما قلنا احنا مش global. فهلأ local احنا حاطينه و linear velocity مثل ما قلنا، ومثل ما احنا كنا قايلين من قبل انه الاتجاه حيكون على ال y، يعني هذا هو اللي قدام، شايفين هذا الخط الاخضر، وهون كمان عم بقول لنا اياه. فنحن رح نحط القيمة على ال y، رح نحطها 1، ما راح نكترها. هلا نحن اذا من نكبس حرف البي بنلاحظ انه عم تتحرك الرصاصه، هذا ممتاز. انا قصدت انه احط رقم 1، كتير قليل الرقم مشان نشوف الرصاصه عم تتحرك. نحن ممكن نحطه 4 مثلا، خلينا نشوف كيف الحركه هلا. طبعا لسه بطيئه، ممكن نحطها 10، نزيدها شوي. هلأ خليها هيك، مع انه انتو باللعبة ممكن تزيدوا هالرقم كتير على حسب حجم المرحلة او على حسب حجم الشخصيات اللي انتو عندكم. فهلأ نحنا رح نخليها هيك. وهلأ الخطوة الثانية بعد ما حطينا اللوجيك بريكس الاولانية وخلينا الطلقة او الرصاصة تتحرك، المهم هلأ أنه نحن نقضي على الرصاصة بعد زمن معين. ليش رحنا رح نعمل هيك؟ لأنه إذا الرصاصة تمت تمشي باتجاه يعني واحد وما اختفت بعد فترة، اللعبة رح تمت تحاول تحسب مكانها. وإذا تمينا نطلق كمان رصاص رح يزيد العدد، وبعد فترة بسيطة رح تبطأ اللعبة لأنه رح يكون في عندك شيء 10,000، أنا بس هيك عم بقول رقم يعني، بس رح يكون عندك رقم كبير من الرصاصات، واللعبة رح تكون عم تحاول تحسبهم كلهم وين مكانهم وشو التصادم تبعهم وكذا، فبعد فترة رح تبطأ. فالأفضل طريقة إنه تلاقي له مثلا يعني بعد ثانيتين، بعد 3 ثواني تختفي. فنحن هذا الشيء اللي هلأ رح نعمله طبعا اسمه delay، السنسر اللي احنا بدنا اياه هون، واللي يعني المرحلة اللي بعدها رح نضيف مثل ما دائما بنعمل هون، رح نضيف اللي هو الكنترولر اللي حتكون and. طبعا خلينا هاي نصغرها، وهي كمان نصغرها. طيب هون رح نضيف edit object edit او edit وينه؟
بتصور لأنه أنا مصغر الحجم هون، بتصور إذا هيك بكبره شوي تطلع معنا. edit object ممتاز. هلأ نحن عنا هون، خليني أشرح بعض الأمور. الديلاي معناها إنه هادي سنسر راح يتم تفعيله بعد زمن معين إحنا بنحطه، مثلا duration هون. طبعا إحنا بنعرف شو هو الكنترولر الآن. هون الإيديت، هون إحنا راح نعمل تعديل على الجسم بعد مرور الزمن اللي راح نحدده بالديلاي. فخلينا هلا نوصلهم ببعض هون. هلا هون الديلاي، الديلاي لما نحط نحن duration ونحطها مثلا let's see، او الاصح الديلاي. الديلاي هون راح تكون عبارة عن 60 اللي هو 60 كل ثانية. فمعناها انه كل ثانية مقسمة بالبلندر هون بالديلاي لستين قسم. يعني مثلا إذا بنحطها 120 معناها ثانيتين، إذا بنحطها 60 ثانية واحدة بهالبساطة. فنحن هلأ راح نحطها 120 معناها ثانيتين. هلأ كل ثانيتين راح يصير راح ينعمل تك أو إيفنت، يعني راح يصير. فهون نحن بدل الـ add object رح نعمل end object بكل بساطة، بعد ثانيتين رح يختفي هذا كله. هلا خلينا نحن نجرب اللعبة ونشوف شو رح يصير معنا. طيب اختفت. طيب هلا خلينا مشان نتأكد من اختفائها رح نروح من زاوية تانية. اختفت، ممتاز. خلينا نشوف إذا، لأنه ما بعرف إذا هاي الكاميرا بس عم بتبعد عن الكاميرا وبتختفي. خلينا نتأكد من إذا عملنا سرعتها بطيئة كتير هون. خلينا نشوف شو راح يصير معنا. خلينا نغير 10 to 4. طيب ممتاز، اختفت. هون أنا رح أشرح مرة أخيرة شو هن اللوجيك بريكس اللي إحنا حطناه هون وش كيف بيشتغلوا. هلا خلينا نصغرها. هون عملنا delay. delay معناها إنه بعد فترة معينة رح يصير الإيفنت. and هون عشان الوصلة، وهون حطينا edit object اللي هو تغيير الجسم. ومن القائمة اللي عنا بدل ما نضيف object عملنا end object. end object معناها إنه رح ينهي للمجسم، فبعد ثانيتين رح يختفي. هاي هي بكل بساطة. هلأ بنرجع مرة تانية للموشن ومنغيرها 10 مشان السرعة تكون صحيحة. وآخر خطوة بصناعة الرصاصة إنه رح نحطها بغير لاير. يعني شوفوا هون اللايرز اللي إحنا عنا، هلأ كل شيء محطوط باللاير الأولانية، هلأ رح نحطها إحنا باللاير التانية على أساس تكون مخفية. خلينا نكبس M، حرف الM، نحطه باللاير الثانية. هلا اختفت من هون، بس إذا بننتقل على اللاير الثانية هنلاقيها موجودة. طيب هلا نحن صممنا الرصاصة وكل شيء صار تمام. هلا الدرس أو القسم الثاني من هذا الدرس راح يشرح لنا كيف راح نصنع مكان للسبان على أساس إنه المكان اللي راح تطلع منه الرصاصة. فتابعونا بالدرس الجاي أو بالقسم الجاي من الدرس الحالي.